هذا البرنامج برعاية الزراعية مباشر. الزراعية مباشر مع سامح عبد الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الماء هو الحياة. الماء هو فعلا الإنتاج، هو انطلاق التنمية في أي أرض أو أي مكان يتواجد فيه مياه. النهاردة وإحنا بنتكلم على وضع مصر المائي، هي المعادلة مدخلاتها معروفة. أنت بتتكلم على حصة مصر من المياه ثابتة 55 مليار متر مكعب سنويا، بتتكلم على ان انت استهلاكك 80 مليار متر مكعب، يعني عندك 25 مليار متر مكعب عجز. دول بيتم توفيرهم من خلال مياه الابار، من خلال تدوير مياه الصرف الزراعي واستخدامها في الزراعة اكثر من مرة، حصاد الامطار في بعض الاماكن. في نفس الوقت انت بتتكلم على ان في زيادة سكانية، وده بيحتاج تنمية، بيحتاج موارد أكتر وكميات من المياه. كمان وإحنا بنتكلم على التنمية وعلى الموارد والزيادة السكانية، أنت بتتكلم على أن في مشاريع قومية ابتدت تنطلق في محافظات مصر. دخول مياه الشرب ومشاريع الصرف الصحي للقرى، ده هيحتاج أيضا كميات من المياه توصل للناس دي. أنت بتعمل الشبكة دي علشان يتم ضخ المياه ووصولها الى اماكن اتحرمت من سنين طويلة ان يكون عندها كوب ماء نظيف. كنا بنتابع من سنين طويلة جهود قامت بها وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية والري وانشاء غابات شجرية. وعلى فكرة مصر في هذا المجال بتمتلك مجموعة رائعة من العلماء والمتخصصين في هذا المجال. الغابات الشجرية كان الهدف من إنشائها إن أنا أستفيد من مياه الصرف الصحي ويتم معالجتها معالجة أولية أو ثنائية وأزرع بها غابات شجرية. هستفيد منها في إنتاج الأخشاب، تكون مصدر جيد للنقد الأجنبي من خلال تصديرها. ودي كانت مرحلة مهمة جدا. ليه؟ لأن إحنا لما بنيجي نتكلم على مياه الصرف الصحي، أنت بتتكلم على ثروة. وفي أي دولة من دول العالم بتتعامل مع هذه الثروة بطريقة سليمة، حتى بتحافظ على شبكة الصرف الصحي من إن هي تدخل لها ملوثات. وهو عارف وهو بيتعامل معاها بيقول لك أصل دي هيتم تدويرها مرة أخرى، هستخدمها تاني، فأنا عايز أحافظ عليها. ممكن المواطن العادي يبقى عنده تخوف وأنت بتكلمه في هذا الملف، يقول لك هي وصلت لدرجة إن إحنا هنبتدي نتعامل مع مياه الصرف الصحي؟ أنا عايز أقول لك إن في دول ما عندهاش فقر مائي لكن عارفة قيمة المياه ومياه الصرف الصحي وبتقوم بتدويرها وبتستفيد منها، لأن هي بتحافظ على البيئة، بتقضي على ملوث من ملوثات البيئة اللي بيهدد حياة المواطنين وبيهدد البيئة الطبيعية في هذه البلاد. أنت بتتكلم على خطر موجود بتتعامل معاه على أساس إن هو أزمة بتحوله لثروة. وفعلا بتعتبر مياه الصرف الصحي المعالجة مورد مهم للحصول على المياه المتجددة. ده ممكن يدخل في الري الزراعي وده أهمها، ولازم نبص بعين الاعتبار لعملية إعادة استخدام الصرف الصحي المعالجة في الري الزراعي، وده من زاوية الحفاظ على الموارد الطبيعية اللي أنا لسه كنت بأكد عليها، البيئة. أنا عايز أحافظ عليها من التلوث وإن أنا أعالج مياه الصرف الصحي قبل ما يتم صرفها على المسطحات المائية أو إعادة استخدامها. فأنت النهاردة بتحافظ على البيئة. من هنا ظهرت أهمية الكود المصري لمعالجة مياه الصرف الصحي، وده تم بالتنسيق بين وزارات الزراعة والري والإسكان والبيئة وفي إطار محددات الواردة في هذا الكود. كل جهة وضعت ضوابط ويتم تطبيق استراتيجية لحماية البيئة من التلوث.
ده بالإضافة إن أنت بتشتغل على حماية الصحة العامة. اعتماد نجاحه أو هذه المنظومة على مدى الالتزام بالقوانين واللوائح السارية في مرحلة تجميع المياه، دي اللي أنا كنت بتكلم عنها من قليل وأقول إن في دول كتير جدا بتحافظ على شبكات الصرف الصحي من التلوث، بمعنى إن هي ما تخلطش الصرف الصحي بالصرف الصناعي، وده متوقف أيضا على أداء محطات المعالجة، محطات اللي بتعالج مياه الصرف الصحي الخام وبيتم تجميعها من كافة الاستخدامات المنزلية والتجارية، وطبقا لقانون سنة رقم 93 لسنة 1962 وفي القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2000 ده قبل إخضاعها لعمليات المعالجة ذات الدرجة الرابعة. دي من المتوقع ري المساحات الخضراء بالقرى السياحية والفنادق وتشجير جوانب الطرق السريعة والأحزمة الخضراء حول المدن، بالإضافة لجزئية مهمة جدا المفروض ان دي مستقبلنا، المفروض ان الجزئية دي هتكون مستقبلنا، انتاج محاصيل الوقود الحيوي وزيوت الطاقة. عندنا اكتر من محصول ممكن نستفيد بزراعته وانتاجه من خلال استخدام مياه الصرف الصحي المعالج زي الجوجوبا. النهاردة انت لما تنتج عندك في الظهير الصحراوي للمدن الجديدة وتستخدم مياه الصرف الصحي لهذه المدن وزراعة الظهير الصحراوي ليها وإنشاء أماكن غابات شجرية وإنشاء أماكن لزراعة الجوجوبا، أنت النهاردة بتدخل مصدر قوي جدا للدولة من خلال تصدير هذه المحاصيل اللي أنا أتمنى أن أنا في القريب العاجل أشوف تصنيع أيضا للجوجوبا في مصر، ما اعتمدش فقط على إنتاج الزيوت وتصدير الجوجوبا في صورتها الخام، لا أنا بتكلم على إنتاج وقود حيوي وإنتاج زيوت لمحركات الطائرات، دي كلها بأرقام كبيرة جدا تدعم اقتصادنا إذا كنا بنتكلم فعلا على تنمية. الدولة مع القطاع الخاص، الدولة مع القطاع الخاص في مشاريع الدولة النهاردة بتوفر لها بنية أساسية مناسبة علشان تنطلق، منها الاستثمار في المياه ومياه الصرف الصحي المعالج، هتصبح وهتكون حقيقة ان يبقى عند مستثمر داخل في هذا المجال اذا كان في معالجة المياه او في استخدام هذه المياه في انتاج محاصيل تصديرية توفر لي عائد ودخل نقدي قوي جدا. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من الزراعية مباشرة. مرحبا بحضراتكم مرة أخرى في الزراعية مباشر، كلامنا في بداية هذه الحلقة عن تدوير مياه الصرف الصحي، ومعايا على الهاتف الأستاذ الدكتور محمد عبد الحميد نوفل رئيس الإدارة المركزية للأراضي والمياه الأسبق وعضو لجنة الكود المصري لمعالجة مياه الصرف الصحي. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا أستاذ سامح. أهلا بحضرتك يا دكتور محمد. أيوة يا فندم. إحنا ابتدينا فعلا ولا لسه بنتكلم على قواعد وضوابط ولا إحنا دخلنا في هذا المجال؟ لا دخلنا بالفعل في هذا المجال. تمام. دخلنا في هذا المجال من بداية افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي محطة الصرف الصحي المعالجة في 6 أكتوبر للمعالجة الثلاثية. تمام. فمن ناحية التنفيذ تم بالإضافة لمحطتين في كيما في أسوان تم افتتاحهم وتم التنفيذ حاليا وبتروى بعض المحاصيل بالمياه الصرف الصحي المعالج. تمام. علشان المشاهد العادي يبقى مطمن. تمام. الكود المصري. ايه هو الكود المصري وايه هي الضوابط؟ تمام. داخل هذا الكود. تمام يا فندم. الكود المصري اساسا كان فيه موجود الكود 501 لسنة 2005. تمام. هذا الكود كان بيتعامل مع المحاصيل الزراعية بالرفض، ممنوع زراعة أي محاصيل زراعية باستخدام تقنيات هذا الكود. تمام. فالحقيقة صدر قرار وزير الإسكان سنة 2012 بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وكلف هذه اللجنة اللي أنا شرفت إن أنا كنت أحد أعضاء هذه اللجنة بدراسات في هذا المجال، وانتهينا من إعداد هذه الدراسات وتقديم الكود الجديد اللي هو 501 لسنة 2015، يعني بعد 3 سنوات
من الدراسة، وهذا الكود بيتعامل مع المحاصيل الزراعية الغذائية بطريقة مختلفة، سمح لبعض المحاصيل بزراعتها بهذه المياه. زي ايه يا فندم المحاصيل دي؟ المحاصيل دي زي ايه يا دكتور؟ فندم؟ المحاصيل دي زي ايه؟ طب بعد اذن حضرتك يعني يهمني بقى ان انا اعرف للساده المشاهدين ايه هو الكود المصري. ايوه. وبعد كده هذكر لحضرتك ايه المحاصيل. الكود المصري ده بيعتبر مقياس للخواص الكيميائيه والفيزيائيه والبيولوجيه لمياه الصرف الصحي المعالجه الناتجه من محطات المعالجه الموزعه على انحاء الجمهوريه. ايوه. للحكم على درجه جودتها ومدى صلاحيتها، للسماح باستخدامها في ري الانواع النباتيه المختلفه تحت شروط وضوابط محدده لكل درجه من درجات المعالجه. يعني المياه الصرف الصحي دي عباره عن درجات. الدرجه الاولى بنسمح باستخدامها في زراعه نوعيه معينه من المحاصيل، ودي بتعتبر الجوده الاولى. الجوده الثانيه لبرضه لنوعيه اخرى، وعملنا تقسيمه لمجموعه من المحاصيل اللي بيمكن استخدامها. الكلام ده تم بناء عليه يا استاذ سامح، بناء على دراسات محليه ودراسات عالميه واجنبيه. يعني الكود اللي تم اعداده بناء على دراسات. ايه بقى الدراسات المحليه؟ الدراسات المحليه تم تنفيذ العديد من التجارب على مستوى الجمهوريه بالتنسيق مع الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي من خلال تمويل منظمة اليونين الخاصة بتمويل مشروعات البيئة العالمية دي، طبعا بالإضافة إلى معهد بحوث أراضي والمياه والبيئة كجهة بحثية في هذا المجال. بالنسبة للدراسات العالمية أستاذ سامح، فدي اعتمدت على دراسات الموجودة من خلال منظمة الصحة العالمية وهيئة حماية البيئة الأمريكية. طلع من هذا الكلام الكود المصري. طب الكود المصري ده بيطبق في مصر؟ طب ايه الاكواد اللي هي جميع دول العالم بما فيها الدول العربيه، كل دوله عربيه لها الكود الخاص بيها لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجه. لان احنا يعني عندنا مياه الصرف الصحي بتختلف عن اي دوله تانية، كل دوله ليها. لا لا يا فندم، المياه المكونه ولا بذلك بقول ايه المواصفات الكيميائيه والبيولوجيه، جميع الدول اي دوله الصرف الصحي لا يختلف من دوله لاخرى. يعني انا اقصد ايه يا دكتور؟ معلش اتفضل. ان في ممكن يحصل عندي في بعض الاماكن خلط للصرف الصناعي مع الصرف الصحي. تمام. فده تمام. هيسبب لي مشكله اكبر في عمليه المعالجه. بالظبط. احنا في اي دول من دول العالم المتقدمه عنده فصل تام ما بين الصرف الصحي والصرف الصناعي؟ ما هي دي من مشاكلنا اللي يعني هنقول المستديمه واللي بقالها اكتر من 60 سنه. أيوة. موجوده، لان المفروض ان شبكات الصرف الصحي الزراعي كان يعني لها نظام معين مع وزاره الري اللي هي بيتم الاحلال، وطبعا لبعض الظروف الاقتصاديه ما تمش هذا الكلام، وبالتالي الشبكات الصرف الصحي الزراعي يعني محتاجه يعني احلال وتجديد. ففي مشكلة يعني حاصل بقى ايه، ان مشاكل بتترتب عن الصرف الصناعي. يعني المفروض ان في خطة، والخطة دي يعني لم تنفذ او جاري تنفيذها يعني حسب الامكانيات. لكن المحطات اللي تم انشائها بتراعي هذا البعد اكيد. ليه المحطات الكود على فكرة يا استاذ سامح، الكود المصري الجديد اللي هو 501 لسنة 2015 بيتعامل اساسا مع المناطق الصحراوية ولا يتعامل مع المناطق القديمة. فأنا برضو يعني هنقول إن في تكنولوجيا موجودة، ولذلك محطة المدينة 6 أكتوبر دي تعتبر من المناطق الجديدة اللي تم تنفيذ فيها هذه المحطة المعالجة الثلاثية. عنده شبكة متطورة ومحكمة. شبكة متطورة، والمياه بقى اللي عايزة يعني أطمن حضرتك يا أستاذ سامح، المياه الناتجة من المعالجة الثلاثية مياه خالية تماما من أي ميكروبات. طيب حضرتك في المقدمه الحقيقه ذكرت كلام هام جدا، وهو المحافظه على البيئه والمحافظه على صحه الانسان. يعني عايز اشبه لحضرتك يا استاذ سامح والساده المشاهدين، يعني نتصور ان موجود في ميه النيل حيوان ناسق. الحيوان الناسق ده بالظبط كانه ميه، كان صرف صحي. صح. بيطلع منه كميه من الميكروبات الكبير والفيروس والكلام ده كله. ايه اللي بيحصل بقى في محطات معالجه مياه الشرب؟
تمام. بيتحط فيها لا اما حاجه اسمها اوزون، يعني بيتحط غاز معين اسمه غاز الاوزون، او بيتحط فيه الكلور او بيساعد عمليه الكلوره. الكلور ده بيقتل الميكروبات. يعني اذا نفس السيستم اللي بيتم مع مياه الشرب بيتم مع مياه الصرف الصحي المعالجه. تمام. وبالتالي مياه الصرف الصحي المعالجه قد تكون في بعض الاحيان اكثر نقاوه من مياه النيل. صح. لان بيتم فيها تماما القضاء على الميكروبات. صح. ما هو احنا بدليل ان احنا ممكن نشرب من مياه الحنفيه العاديه، لكن ما نقدرش ان احنا نشرب مياه مش معالجه من مياه نهر النيل. انت لازم الله تبقى مطمن لها. طب في نقطه مهمه قوي يا دكتور، زي ما احنا عندنا مشكله في التخلص من مياه الصرف الصحي وبنبتدي نتكلم على معالجتها، طيب بعد معالجه هذه المياه مخطط نعمل بيها ايه؟ ما هو الاستفاده منها مهمه جدا. مياه الصرف الصحي المعالج بعد معالجتها تصلح. هنا بقى في جدول موجود في الكود المصري الجديد بانواع المحاصيل اللي تستخدم لها هذه النوعيه من المياه. أيوة. فلو الدرجه الاولى متحدد مواصفات كيميائيه وبيولوجيه وطبيعيه للدرجه الاولى اللي هي ذات الجوده العاليه دي، بيسمح باستخدام هذه النوعيه من المياه في ري جميع المحاصيل. أيوة. تمام؟ تمام. جميع المحاصيل حتى التي تؤكل نيئه. ليه؟ لان بعمليه الكلوره او عمليه اوزونيش اضافه الاوزون بتكون بطريقه يعني سليمه، وتكون نتيجه التحليل خاليه من اي ميكروبات، اذا بيستخدم بامان تام. موضوع الهيفي ميتال او العناصر الثقيله بيتم التخلص منها في هذه الدرجه، وبالتالي مياه الصرف الصحي المعالجه الدرجه الاولى او المتقدمه. انا يعني يمكن مش عايز اقول احنا في مصر مش هنعمل هذا الكلام، لكن في بعض الدول بيستخدموها مياه الشرب. ايوه. وبيتكتب كده على الازازه دي مياه شرب ناتجه من مياه صرف صحي، والناس بتتقبلها. لكن احنا يعني ظروف او احنا الحمد لله عندنا خير، عاوزين نستفيد بيه ونديره اداره بالزبط. سليمه بالظبط. فكميه هقول لحضرتك يا استاذ سامح، احنا حوالي 10 مليار متر مكعب مياه صرف صحي، دول كلهم بيفقدوا وبيروحوا البحيره. ده حرام، يعني كميه كبيره، واحنا النهارده يعني لابد ان احنا نحافظ على كل قطره ميه موجوده. هو الموضوع كمان يا دكتور مش فقدهم فقط، هو الملوثات اللي بيسببوها. احنا شفنا اماكن حصل فيها مشاكل كتيرة جدا، الدولة النهاردة بتصرف عليها ملايين علشان تعيد إحيائها مرة أخرى زي بحيرة قارون. تمام. أنت النهاردة عندك مشاكل بيئية خطيرة. بالضبط. والدولة بتتحمل عدم الانتباه لهذه المشاكل في السنوات الماضية. النهاردة احنا بنشوف المجهود اللي بيتم عشان إعادة البحيرات لمكانتها السليمة والإنتاجية، دي مجهود كبير جدا وملايين. فعلا احنا بنشوف النهاردة في بحيرة قارون بيتعمل فلاتر طبيعية تمر عليها المياه، وكردون حزام حوالين البحيرة علشان يبقى في فلترة للمياه قبل ما تخش. ده لو تم معالجته قبل إطلاقه في البحيرات هيوفر علينا، يعني هيوفر الجانب الصحي نمرة واحد، والجانب البيئي طبعا والبيئي، وفي نفس الوقت استفادة اقتصادية طبعا. لأن المياه النهاردة بدل ما تلقى في البحيرة لا تستخدمها في ري محاصيل. طيب دي النقطة اللي أنا بقى عايز أوصل فيها مع حضرتك، لأن حضرتك بتشارك في اجتماعات فيها الإسكان وفيها الري. تمام. ليه في المحافظات الجديدة في الظهير الصحراوي ما نبتديش نقول للمستثمرين تعالى أنا عندي أراضي تزرعها بمحاصيل زي الجوجوبا، زي الغابات الشجرية؟ أنا مش عايز أركز على الجوجوبا بقدر إن هناك المحاصيل غذائيه ممكن زراعتها وبتدر عائد كبير. وانا هقول لحضرتك يا استاذ سامح، ايوه، الاردن واسرائيل معظم الخضار المصدر منهم مروي بمياه صرف صحي معالج. الله، طب يعني ازاي يبقى احنا في مصر عندنا هذه الكميات من المياه ومش قادرين نستغلها استغلال امثل؟ النهارده في زي ما حضرتك قلت في مستثمرين بالفعل، وفي بعض الشركات الاجنبيه اللي ان شاء الله في مشروعات واعده وقادمه لاستخدام مياه الصرف الصحي بشروط المستثمر. تمام. يعني المستثمر، انا هقول لحضرتك، يعني احنا حددنا الدرجه الاولى، الدرجه الثانيه، الدرجه الثالثه. ممكن المستثمر يجي يعني يتعاقد على درجه ثانيه وهو اللي يوصلها لمستوى الدرجه الاولى. صح. عشان يزرع محاصيل معينه يبقى في تعاقد معين وفي تنسيق. انما هذه الجزئيه بالفعل درست وبيتم طرحها، والمسؤول عن هذا الكلام
من ناحيه تجاريه هو وزاره الاسكان والمرافق التنميه العمرانيه. صح. وفعلا ابتدت في بعض المحافظات تنفيذ العديد من مشروعات صرف الصحه المعالجه. سؤال اخر يعني من حضرتك كعالم من علماء مصر. شكرا. احنا في مصر بندير منظومه المياه اداره سليمه؟ فعلا بنحافظ على مواردنا؟ هقولها بكل امانه، يعني احنا مش متقدمين في هذا الامر. مش متقدمين في هذا الامر، احنا بنسعى، ولكن اللي بيعوقنا فعلا الامكانيات عشان اي نظام اداري بيبقى له امكانيات معينه وله مدير يعني ذات يعني نوعيه معينه وخبره معينه. احنا بينقصنا في وزاره الري للاسف، لان انا تعاملت مع وزاره الري كتير، ان الموضوع كبير وفي نفس الوقت الامكانيات محدوده والخطط، يعني المشكله ان لابد يبقى في متابعه سريعه للاحداث. يعني ما اجيش اقول انا هعالج زي ما حضرتك، يعني مشكورا البرنامج العظيم بتاع حضرتك الزراعي المباشر. العفو فندم. بتتعامل مع مشكله الري بقدر استطاعتك، ولكن بتلاقي يعني طبعا مستمره. هي مشكله مزمنه، مشكلة مزمنة، بس هو للأسف يعني وزارة الري زي باقي الوزارات بتتحمل أخطاء سنوات ماضية. أنت زي دايما يا دكتور بقول إيه، تطور أصاب القرية المصرية دون أن يطورها. هي إصابة مش تطور. ليه؟ أنت عندك زيادة سكانية في القرى المصرية، ما حصلش تنمية للخدمات، ما حصلش إنشاء شبكات للصرف الصحي والري ومياه الشرب. أنا بقول لحضرتك مع الزيادة السكانية شبكة الصرف الصحي أو شبكة، حتى شبكات الري، شبكات الصرف المغطى دي المفروض مدتها 20 سنة. مدتها 20 سنة. ده في ناس بتكلمني بتقول لي الصرف بقى له 30 سنة ما حدش يبقى عدى 10 سنين. يبقى إذا هي مشكلة كبيرة جدا. يعني إحنا في أحد الاجتماعات قلنا عايزين نعالج مشكلة الصرف الصحي والشبكات، نبتدي بشبكات القرى. لقينا في وقتها من 3 سنين 70 مليار جنيه. فالرقم يعتبر رقم عالي جدا في الوقت الحالي. الامكانيات غير سامحه، فاحنا بنتحرك. لا هو يعني مش امكانيات بس يا دكتور، يعني هو انا باكد على الكلمه دي لان انا عشتها. النهارده الدوله بتدفع فاتوره غياب سنوات طويله من الخدمات للقرى المصريه اللي كان المفروض يتعمل في 30 سنه، انت مطالب ان انت تعمله في عدد من السنوات قليل جدا. انت الناس بتسالك النهارده عملت ايه وانجازاتك ايه، مع ان انت بتتحرك علشان تلحق الوضع، لان الوضع فعلا في محافظات صعيد مصر وفي القرى المصريه عموما بيحتاج فرق انقاذ، مش فرق عمل، فرق انقاذ. وده اللي احنا بنشوفه النهارده الدوله تشتغل عليه، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتابعه بنفسه. حضراتكم كعلماء مصر والخبرات اللي اكتسبتوها اللي قضيتوا عمركم في خدمه بلدكم مهمه جدا في هذا التوقيت. انا بشكر حضرتك الاستاذ الدكتور محمد عبد الحميد نوفل، رئيس الاداره المركزيه للاراضي والمياه الاسبق. شكرا. وعضو لجنه الكود المصري لمعالجه مياه الصرف الصحي. شرفتني فعلا في الزراعي المباشر. شكرا. شكرا. بشكرك. ما فيش نقاش، انت النهارده بتتكلم على ازاي تحافظ على الحياه، لازم يكون عندك اداره سليمه لموارد المياه. هل الدوله فقط هي المسؤوله ام المواطن؟ فاصل سريع ونستكمل بعض الزراعي المباشر. البرنامج برعايه